السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بقول لكم موقف جميل، قصة جميلة جدا أثرت فيني أنا متكلم، واللي قال لي إياها موجود الآن في المكان اللي أنا واقف عند بابه الآن. هو موجود داخل، بس استأذنت اللي بطلع بقول لكم إياها قبل لا أنساها، ومن أعجب وأجمل القصص اللي أنا سمعتها. ركزوا معي بالقصة. يقول صاحبنا اللي هو شهد القصة بنفسه، يقول هذا صاحبنا طلع من الرياض راح القصيم، عنده تطبيق وبرنامج أوبر. يقول أنا رايح من الرياض القصيم، خلني أستفيد لي 100 ريال 200 ريال، أطلع مشوار الطريق على الأقل مصروف. يقول جاني طلب وقبلت الطلب هذا ورحت الموقع، ركبوا معي 3 بنات، واحدة منهم متينة شوي. يقول قهرني المتينة هذه، قهرتني. يقول تو حركت السيارة وتقوم المتينة هذه وتضربه، تقول اسمع تعطينا الآن 5000 ريال، لا أقسم بالله نصرخ في الشارع ونلم عليك الناس كلهم. قال يا حريم اتقوا الله، خاف الله، أنا هو رجال متدين، اتقوا الله كذا، اتق الله شو اتق الله، خلص أبويا سالم طوع أنت بعد، وكلام كلام. يقول أنا مصدم، يا بنات اتقوا الله، خاف أنا ما عندي والله، هو وضع ضعيف. يقول والله العظيم يا فيصل، يقول لي إني أتمنى الـ200 ريال هذه اللي باخذها منهم عشان توصلني للقصيم، 200 ريال. هم الآن قال حبيبي تعطينا غصب عنك 5000 ريال ولا نصرخ عليك ولا من الناس. وواحد من ربعي تقول يا ولدي عندنا مثل يقولون لصاحة المرأة افزع للرجال. هذه مقولة عند النساء. يقول يا بنات خاف الله، قال ما في. يقول أنا حين ما أدري شو أسوي. يقول يوم وقفت عند الإشارة، يقول شو أسوي شو سوى توقعوا. وفتحت الباب ونزلت، يوم شوفه نزل بدل الفيلم ويصيحون ويصيحون الحقوا عليه. يقول يوم صاحوا الحريم قاموا يصيحون بالشارع، التموا الناس التموا الناس، واتصلوا على الشرطة. يقول أنا ما أدري شو أسوي، سيارتي ما بيخليها، واتصلوا على الشرطة. جات الشرطة، يقول اللي قهرني واحد عسكري جاء أول ما شافني يقول صكني كف. يقول شارع كل اسمعه الطراق، يقول على خدي. يقول أنا غبنت، كان عليه الصلاة والسلام يستعيد من قهر الرجال. يقول قهرت وغبت، يمسكني وحطي في الدورية ودوني الشرطة وما أدري شنو وتحقيق وكذا، وتعال يمين يسار يمين يسار ما خلوه. الحين قالت واحدة منهم، يقول قهر المتين، هي اللي تتكلم، هي ماسكة الفيلم كله، قالت اسمع احنا بالبداية كنا بمنك 5000 ريال، الحين كل واحدة فينا تبي 5000، يعني 15000 ريال. يا جماعة أنا 5 ما عندي، 5000 ريال ما علينا، سجن تسجن، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من ضباط. ويكلمون الضباط العسكري شافوني عاقل كذا. أقول المشكلة إن أسامي البنات أسامي عوائل أو قبائل معينة أو ناس يعني محترمين، ليش يسوون سلوك هذا؟ يقول انقهرت. يقول كلم صاحبي اللي شريك معي في أوبر وادق عليه، قلت يا فلان العلم وين؟ قالوا ده أنا في الشرطة. عسى ما قالوا بحلولني النيابة، رحت فيها العلم، قالوا ولد صار كذا 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 من 15000 ريال، وعد والله أرجعها لك. الرجال هذا مصلي متدين مصالح. قال ليش؟ قال صار معي القصة كاملة، قال القصة كاملة. شوفوا كيف فرج الله تعالى على الإنسان. القضية بالعربي لابسته لابسته خلاص انتهى، 3 وجاب شهود زور من هالكلام وبس، تدبس ولدنا. جاء الفرج، اسمعوا واللي لازم نعرفه، لما تضيق عليك أمور الدنيا الجأ إلى الله تعالى وحده وقل حسبي الله ونعم الوكيل، واطلب النصر والفرج من الله تعالى. يقول يوم كلم صاحبي اللي معاي شريكي في السيارة منها 15000 ريال، قال هذا اللي صار معاه. قال لي قال شفيك انت صاحي؟ قال شنو؟ هو يقول على بالي يقول صاحي تعطيني 15000 ريال. قال السيارة اللي شارينها هناك حاطي فيها كاميرا مثل جوبرو، هذه كاميرا اللي هي تسجل. قال ها؟ قال ما ادري يا ولد انا مركب فيها، ايش فيك انت صاحي؟ قال انت جاد؟ قال اي والله العظيم راح اشوف سياره. وراح قال سبحان الله، يوم طلعوا تفريغ الكاميرا في صوت صوره، طلع المحادثه كلها وطلع تصوير الفيديو كله. يقول طلع صوت الطراق العسكري اعطاني اياه. يقول ما قهرني العسكري. يقول تنقلب القضيه من الى طالب بتعويض مالي، لك حق تطلب. يقول انا بالعسكري هذا العسكري اللي سكن طراق، يقول بتطلب
فرغوا الكاميرا يقول صوت الاطراق طلع. جروا العسكري يقول اقسم بالله ترى جاني تكفى تنازلي. قال لا 50,000 لحق، 50,000 تدفعها لحق. ودفعوا الحري والحري غرموهم. يقول انا والله يا جماعه اول شيء كيف الله نصره واظهر الحق والجاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، وانقلب السحر على الساحر. عوضوه 100,000 ريال مع طراق طبعا كان يبي 200 ريال، عطوه 100,000 ريال وكمل مشواره القصير. اذا الله تعالى اراد ان ينصرك سينصرك الله تعالى ولو تاخر النصر. كل من كات وحاول ان يتحايل على عباد الله الله سيخسف به، لان الله من اسمائه العدل. اياكم الظلم، لو كان كافرا، لو كان فاسقا، لو كان فاجرا تظلمه الله ينصره عليك انت لانك انت ظالم. اسال الله تعالى باسم الحسن والصفات العلى ان ينصر كل مظلوم. اللهم عليك بكل ظالم، اللهم عليك بكل ظالم، اللهم عليك بكل ظالم وظالمه. اللهم عليك من بغى علينا وتكلم فينا وقال فينا ما لم يكن فينا، وانصر كل مظلوم يا قيوم يا عدل يا رب السماوات والارض. هنيئا له. صحيح طراق يعور شوي لكن عوض ب100,000 ريال. من اللي عوضه؟ من؟ الله عز وجل. فأسأل الله تعالى ينصر كل مظلوم. وقصة عجبتني تو الآن سمعتها لتقولها لكم. السلام عليكم.